سلمى، رمضان شهر الخير والبركة والتقرب إلى الله والتطلع إلى الذات والنظر نحو الآخر، وفرصة للتجدد الروحي واستثمار تعزيز القيم الإيجابية لتصبح عادات معيشية ضمن حياتنا اليومية. للحديث أكثر عن هالموضوع بصيرنا نرحب معنا بالاستديو بالأخصائية النفسية هنادي سلاخ. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني نحن اليوم عم نحكي شوي عن أهمية يمكن العادات والطاقات الإيجابية والقيم الإيجابية وتعزيزها بمثل هاي الأيام الكريمة. تمام، ندخل أولا بمفهوم القيمة. كل شيء نعطيه قيمة يصبح قيمة في الحياة. فالقيمة هي مجموعة عن الأفكار تنشأ عنها مشاعر بتتجلى على السلوك. فبالنسبة لشهر رمضان الكريم في بيصير كتير اختلاف وتغيير بالعادات عند الأشخاص. فالشخص درجة إيمانه بالسلوك اللي بده يتصرفه، مثل على سبيل المثال الغضب، هو السلوك يتصرفه الشخص أثناء رمضان، وكتير بيتكرر الغضب عند الناس. فشو هو مفهومه وقيمة الصيام عنده؟ بيتجلى هذا الشيء على سلوكه. فإذا الشخص عنده أفكار أنه الصيام هو شهر الهدوء، شهر ضبط النفس، اختبار الإرادة، القوة، الصبر، أكيد ما بيتجلى سلوكه بشكل غاضب. وقس على ذلك أي عادة بتقوم الشخص على تغييرها خلال الشهر المبارك، منها عادات الأكل، عادات النوم، حتى الوزن. المفهوم وقيمة الصحة بالنسبة للشخص كيف بتنعكس أيضا على تعامله مع الأكل. طيب خلينا نحكي اليوم كيف فينا نستثمر بهي الأيام المباركة والشهر الفضيل هي القيم بشكل إيجابي. يعني فينا نعزز هي القيم نوعا ما، مثل ما قلنا مثلا أو قلتي حضرتك أنه كثير من الناس بتقول أنا صايمة، يعني أنت معصب ليش؟ لأنه أنا صايم. تمام. نوعا ما أنا بدي أعزز هي القيم بشكل إيجابي، يعني أحاول يكون عندي ضبط للنفس، الشعور بالآخر، أعمل كنترول على يمكن على حالي بشكل أكبر. في مكونات للقيمة، هي مكونات فكرية. أنا الفكرة عن الموضوع شو بتكون، هاي بتتكون منذ الصغر. منذ فترة الطفولة الطفل يراقب من حوله كيف تعاملهم بهذا الموضوع كان أثناء الصيام. فهون بيدخل كتير عامل الأسرة والمحيط في تكوين القيمة عند الشخص. أيضا في المكون الانفعالي، درجة التفضيل والمشاعر اللي بيعطيها لهذه الفكرة. فلا يكون في انعكاس إيجابي بالنسبة للقيمة، بده يكون عنا لحنا المفهوم واضح عن الفكرة الصحيحة للإنسان عن الصيام، ويتدخل منذ الطفولة أنه الصيام هو لضبط النفس، لاختبار الذات، لقدرتك على التحمل. هون بيكون أكيد كل تصرفات الشخص عند الكبر هي تصرفات ومشاعر إيجابية. طب خلينا بس هيك نحكي شوي ولو بتفاصيل. يعني نحن دائما بنقول أنه خلي عنا طاقة إيجابية، خلينا نعرف المفهوم الأساسي أو القيمة من صيام الشهر الكريم. ولكن على التطبيق ما حدا بيقدر، دائما مثل ما بيقولوا شو تطبع الناس بيغلب. تمام. هذا الموضوع كيف انا فيني بهذا الموضوع اني احقق هذا الشيء؟ شو الوسائل؟ اذا قلنا شو ممكن اعطي الاشخاص تكنيك يعتمدوا عليه لحتى يقدروا فعلا يوصلوا لهالشيء اللي هو بسيط بس صحيح. ما حدا عم يقدر يعمله. يعني اغلب الناس عندهم مشكله بالتدخين، الدخان والقهوه، فهي هي عادات. فالانسان وقت يصير عنده اختلال بتغير العادات بيصير عنده هون اختلال بالتوازن، وطريقة ورد فعل وطريقة التعبير بتختلف بشكل خاطئ. العادة هي عبارة عن فكرة. أي عادة هي عبارة عن فكرة الشخص متمسك فيها ومبرمج حاله أنه هو لا يمكن يعيش بدونها. فكتير من الأشخاص المدخنين من لايوم شهر رمضان بيأذن المغرب بيقول لك لا أنا أبدا ما تضايقت. فهي عبارة عن فكرة، كيف أنا بعطي العقل للأمر هو بيتصرف. وكل ما زاد عنا المكون الانفعالي، المشاعر، اتجاه الشيء ولا الموضوع اللي لحنا عم ننفذه، كل ما كان تجلى هذا بشكل إيجابي أو سلبي على السلوك. فليش كتير منركز على أنه نحب الصيام أو نعزز مفهوم الصيام عند الطفل لشكل عنده عادة، لأنه بس الصيام بالحقيقة هو عادة. الأشخاص مثلاً اللي ما بيصوموا عند الوقت يكبروا بيقول لك أنا ما تعودت، بغض النظر أنه هو فرض من الناحية النفسية والسلوكية هو عادة. كيف منعود الشخص على الصيام بيكون عند الكبر؟
طيب حكينا يمكن معك بمرة سابقة عن التنفس وأهميته في برمجة أفكارنا، خلينا نحكي عنه مرة ثانية فعلياً. صحيح. إنه حتى يمكن بعطي لحالي يمكن نوع من ضبط النفس، يعني أنا لما أعمل تمرين للتنفس بشكل يومي. صحيح. مستمر، حتى التوتر يمكن بينخفض عندي نوعاً ما. التنفس مثل ما قلت هو الآلية الوحيدة اللي بتعمل ضبط بين الجسد والروح والقلب. وكمان ذكرت أنه الشخص وقت يكون غضبان هو باللا شعور بيعمل التنهيدة. هاي التنهيدة عبارة هي عن النفس العميق اللي احنا ندعوه إلى الشخص وقت حالات الاسترخاء. فهو وقت عم بتنفس التنفس العميق اللي هو التنفس الاسترخائي البطني، فوت كمية الأكسجين اللي بسبب انقباض القفص الصدري عند مرحلة الضيق والتوتر، عطى أكسجين لحاله ليقدر ينطلق بشكل جديد. فالتنفس كتير آلية مهمة بشهر رمضان، ولكن بشكل خفيف لأنه الجسم هون بيكون فائت كتير من السكريات بيؤدي لحالة الدوران. فمننصح كمان لا مانع قبل السحور مثلاً بعشر تنفسات، وأثناء النهار الشخص إذا شعر بالغضب أو بالتوتر كمان بعشر تنفسات بطنية. نعيده للمشاهدين كيف بيكون التمرين يعني. تمام. التنفس العميق البطني هو بناخد نفس من الأنف شهيق طويل بينزل لعند البطن مثل تنفس الطفل الصغير، فبيؤدي لانتفاخ عضلات البطن. فوائده أنه هو بيفوت كمية كبيرة من الأكسجين اللي بتتغلغل بالدم، بتؤدي إلى إفراز هرمون الأندروفين. هذا إفراز الأندروفين هو اللي بيساعد على عملية الاسترخاء بالجسم. والزفير عن طريق التم بيكون كمان بزفير طويل، فمنخرج كل شيء اللي احنا سموم وضيق عن طريق زفير طويل. منكرر هذا التنفس قبل السحور بما أنه احنا برمضان 10 مرات، وأثناء النهار إذا قدر الشخص هو كمان يكرره 10 مرات ما في مانع. يعني حكيتي هلا عن يمكن خلينا نقول اسلوبين لازم يمكن الشخص يتبعون، اللي هو تكرار الفكره الايجابيه او الفكره اللي بده ينفذها لحتى يقدر العقل الباطن يتشربها. صحيح. حكينا ايضا عن التنفس، شو في كمان وسائل ممكن مو بس حتى برمضان بالايام العاديه انا استخدمها لحتى غير شوي من طريقه تفكيري ببعض الامور اللي هي ممكن ما لا شك انه جزء منها يكون فيه سلبيه؟ اولا واخيرا نحن بنقول الافكار، الافكار هي الاساس باي شيء للتغيير. حتى القيم، القيمه كثير صعب نحن نغيرها عند الشخص لانه نحن بنبنت بناء هي من مرحله الطفوله للكبر. فالانسان وقت هو يكون يعطي الفكره، ولكن بشرط الفكره بدها ترافقها مشاعر. نحن التغيير ما بيكون عن طريق الفكره فقط ولكن عن المشاعر. هون بيصير الشخص متجه نحو الإيجابية، ومصدر المعلومة من وين بياخدها ولا تصحيح المفهوم عن هاي الفكرة أو التصرف اللي كان عم بيتصرفه بشكل خاطئ بس بيعطيه مشاعر. هون بقى بيشتغل معه الجذب، وبندخل قوانين أخرى وهي قوانين الجذب. طيب خلينا نحكي يمكن عن بعض هاي القيم، كيف فعلا فينا نزرعها اليوم بأطفالنا؟ يعني ممكن أنت مثل ما قلتي هي قيمة هي بالأساس عادة بيكتسبها من المحيط. تمام. من العيلة، من المجتمع، إن كان المدرسة. خلينا نحكي عن بعض هاي القيم وأهميتها اليوم، كيف فينا نعزز هاي القيم منذ صغر لأولادنا؟ صحيح. تختلف أهمية القيمة من حسب شخص لآخر. نحن دائما عنا في تمرين اسمه سلم القيم. القيم اللي أنا بتعنيني بأسرتي بتختلف كتير عن الأشخاص الآخرين. فبالنسبة للقيمة هي أغلب الأطفال بيطلعوا هنا منمزجين مثل الأهل. فحسب النموذج الطفل اللي بيشوف أهله فيه هو حيتنمزج قيمه، ولكن بس يصير الشخص شاب هون في عنده هو المكون الشخصي الداخلي. فدرجة تفضيله وقناعته بهاي القيمة وطريقة تعامل الأهل كانوا معه أثناء الثواب والعقاب. مثلا الخير والشر، وقت الطفل يكافأ على الخير ويعاقب على الشر هون بتتعزز عنده القيمة. فكتير مهم من أجل بناء القيمة هي النموذج، إن كان الأسرة أو المدرسة الفترة الأساسية لبناء القيمة عند أي شخص. نرجع لمرحلة الطفولة بتشكيل القيم وصعوبة تغييرها لأنه هي كتير انبنت بيكون بشكل مبكر وتشربها الشخص بشخصيته. يعني هون لازم يمكن نحكي وننبه كتير كتير الأهل على نقطة كتير مهمة، أنه هو ما يتم ربط الإيجابي بالعقاب. تمام. يعني أنه التصرف الإيجابي هو عقوبة بعض الأهل بيربطوه أنه فأنت إذا ما عملت هيك معناته أنت غلط. قدي مهم يمكن هاي الفصل بين الأمور يمكن القديمة أو حتى طريقة تعليمنا لأطفالنا بعض السلوكيات بالحياة. صحيح.
هلأ الميزة الكتير حلوة إنه صار بالمدارس منتشر المرشدين والمساعدين ليخففوا عن الأهالي عدم معرفتهم وخبرتهم، وتتحمل هون الأسرة والمدرسة الأعباء بشكل متوازي. مثل ما قلنا في عنا التعزيز الإيجابي اللي ذكرتي والتعزيز السلبي، فإحنا منعزز السلوك بالإيجاب ومو دائما منلجأ للعقاب والتعزيز السلبي بالنسبة للطفل لنثبت عنده السلوك. يعني مثل ما حكينا نور، يمكن هاي الأمور كتير مهمة بهذا الوقت إنه نحنا نتبع بحياتنا بشكل يومي. قبل ما نختم، بس النصيحة الأخيرة اللي تحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا خلال هذا الشهر الكريم لحتى هيك نهدي أعصابنا شوي ويخلص هذا الشهر على خير. في قاعدة أنا بقولها، اغتنم شهر رمضان للتحرر من جميع تعلقاتك. فالشخص اللي عنده فكرة إنه هو متعلق بشيء معين يكون شهر رمضان فترة له للتحرر وإثبات لنفسه أنه هو أقوى من أي عادة وأقوى أي شيء هو متمسك فيه، من خلال رفع قيمة الصيام عنده وإثبات على الجانب النفسي أنه هو ما عنده أي تعلق ويتحرر من جميع تعلقاته. نعم، نشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، رمضان مبارك. شكرا لك.